السلام عليكم. اليوم غادي نشوف واحد الطريقة جديدة في حساب تسمى الحساب الذهني. اليوم نوريكم الطريقة ديال حساب مربع عدد أقل من 100. ناخذ المثال الأول، مثلا ناخذ 31 أس 2. كنجيو كناخذ 3 أس 2، كنزيد نجيو هنا كنديرو 1 أس 2، كنجي الوسط كنحطو 2 مضروبة في 3 مضروبة في 1، اللي كتعطينا 3 أس 2 هي 9، 2 في 3 6 في 1 هي 6، وواحد أس 2 هو 1، يعني المجموع هو 961. طريقة سهلة جدا. نجيو الطريق ناخدو مثال آخر، اللي هو مثلا ناخدو 37 وكاري. غنجيو وناخدو 3 أس 2، هنا 7 أس 2، ومن بعد غنجيو وناخدو 2 مضروبة في 3 مضروبة في 7. كناخدو 2 في 3 في 7، اللي كتعطينا 3 أس 2 هو 9، 2 في 3 في 7، 2 في 3 6 في 7 42. ما كنكتبوش 42، كنكتبو 2 وكنحتفظو ب4 هنا. 7 أس 2 هي 49، كنكتبو 9 وكنحتفظو ب4. كنجيو كنكتبو مجموع 9، 4 زائد 2 6، و9 زائد 4، 9 زائد 4 هي 13. كما كتشوفو الطريقة سهلة جدا. هناخدو مثال آخر، اللي هو 73 وكاري. كناخدو 7 وكاري، 2 مضروبة في 7 مضروبة في 3، هنا 3 وكاري. كنجيو كنجمعو 7 وكاري هي 49، 2 في 7 2 في 7 14 في 3، اللي هي 2 في 3 6 في 7 هي 42. كنكتبو 2 وكنحتفظو هنا ب4، و3 وكاري 3 أس 2 هي 9. كنديرو كنجمعو كنديرو هنا 9، 2 4 زائد 4 زائد 9 اللي هي 13. كنكتبو 3 كنحتفظو ب1، 1 زائد 4 اللي هو 5. المجموع هو 5200. هذا هو المجموع 5239. كاين واحد الطريقة أخرى نقدر نحسبو بها هاد المربع هذا، هي الطريقة ديال المتطابقة الهامة الأولى. 73 وكاري اش كتساوي؟ هي 70 زائد 3 وكاري. قلنا نحسبو بالطريقة التانية المتطابقة الهامة الأولى، اللي هي 73 وكاري كتساوي لنا 70 زائد 3 أس 2، 70 زائد 3 أس 2. غناخدو 70 كتساوي 10 مضروبة إكس، اللي هو 7 عفوا. غنجي المطابقة ديالها كتقولك أ زائد بي وكاري تيكال أ وكاري زائد 2 أ بي زائد بي 2. هنا عندنا أ شنو كتساوي؟ أ كتساوي نو 70، اللي كتساوي 7 في 10، و بي كتساوي 3. نديرو مثلا، ناخدو مثلا 7 كتساوي إكس، و بي كتساوي 3 كتساوي إكغيك. غنجيو غنعوضو فيهم علينا، غنديرو هاديك يعني 73 وكاري كتساوي، قلنا 70 زائد 3 وكاري كتساوي لنا هي 7 هي 10 إكس زائد 3 أس 2، وبين نعتبرو إكغيك كتساوي لنا 10 إكس. شناهي؟ كنجيو كنكتبو هي 10 إكس وكاري زائد 2 10 إكس
إيكغيك زائد إيكغيك عفوا إيكغيك عفوا كتساوي 10 إكس أو كاري زائد جوج في 10 إكس في إيكغيك زائد إيكغيك أو كاري اللي غتعطينا. غنديرو الطريقة هنا نديرو هي نجيو غنديرو هي 10 مضروبة 10 إكس 10 أو كاري 7 أو كاري زائد جوج مضروبة في 10 مضروبة في 7 مضروبة في 3 زائد 3 أو كاري اللي كتساوي لنا هي 100 مضروبة في 49 زائد جوج في 10 جوج في 70 مضروبة في 3 زائد 9 كتساوي 4900 زائد اللي خدينا هاديك كتعطينا جوج في 70 140 في 3 جوج في 70 كتعطينا 140 اللي هي 420 زائد 9 كتساوي 4900 زائد 420 زائد 9 تساوي 9 3 1 هي 5300 اللي لقينا في 2. الطريقة الأخرى اللي كنخدمو بها اللي هي كنجيو كنديرو إكس في 2 كنزيدو جوج الأصفار نديرو جوج إكس إيكغيك كوزا صفر نديرو إيكغيك أو كاري نجيو نعوضو عندنا إكس قلنا إكس كتساوي 7 يعني أن هي 7 أس 2 كزوج الأصفار هنا جوج في 3 في 7 وكنزيدوها 0 و3 أس 2 اللي كتعطينا 49 كزوج الأصفار يربع في 900 جوج في 3 سبعة 42 كنزيدوها 0 هي 420 و3 أس 2 هي 9 اللي هي 9 جوج 1 5 اللي هي 5329 هي النتيجة اللي حصلنا عليها وشكرا.